السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصور لكم واحد الحزام مجدول بهذا البابيو هذا مقطع طريفات. كانوا طلبوا لي شي ناس شافوه في داك التصاور وال51. اليوم غادي نصور لكم إن شاء الله. هادو تعصيبات كيف ما تتعرفوا، معصبهم على القيطان داك الموتور ديال التعصاب. نصاوب لكم واحد البابي وغادي تشوفوا الشكل، يعني هادو بزاف كيف ما تتشوفوا. هادي الدورة الاولى، وكنعاود ندير واحد الدورة نفسها عاوتاني قبالتها كيف ما تتشوفوا. كنقبط هاد جوج رويصات تنضربهم في هاد البليصة كيف ما كتشوف، وكنعاود ندخلهم من لهنايا وكنزير بهاد الطريقة. كنبقى نعاودهم، كنزير داك العوينات ما يبقاوش محلولين بزاف. وتنعقد بالخيط مزيان، تناقض كيف ما تشوفوا هاد الخيط، جوج عقيدات ولا ثلاثة. هذا ما تيبغيش الخيط بزاف يكون ملوي عليه بزاف، تما جوج عقيدات بركة صافي كنقطع. عاوتاني نفس العملية ديال الأخرى. هذه الدورة الأولى كنعاود صوب الدورة قبالتها عاوتاني وختها. تنقبض هاد الرويس هذا كيف ما تتشوفوا، كنعاود ندخلو في هاد البلاصه هادي هنا، وكنزير داك العوينات يتزيروا ما يبقاش محلولين، وكنعاود نربط كيف ما تتشوف يعني بحال الاخرى. وكنزير بالخيط جوج عقيدات ولا ثلاثه. وتنقطع غادي نحيد لهم داك السقلي اللي بقى زايد تمايا في داك الرويس فنقطع ثاني نحيدو، حيت ما تيلصق شي السقلي مع السقل. علاش حيدتو داك القيطان؟ غادي ندوبو بالشمعة بالعافية، يعني القيطان تيلصق في خوه. هذا الوجه، يعني دوك جوج الرويصات يكونوا بجهة وحده. تنكوي كنحاول ما نخليش الشمعة تقرب لي لداك الخيط اللي لود ديال النيلو باش ما يتقطعليش. صافي ملي كنحس به داب شويه دريق كنبرك عليه باش ما يلصقلكش في صبعانك تيحرق. وكنعاود داك الزياده اللي كاينه تمايا، راه كيلصق مزيان. دابا غادي نصاوب له داك العقيدة، داك العقيدة راكم كتعرفوا الفيديو، بالناس اللي تيعرفوا القناة راهم تيعرفوا الفيديو فين يتعلموا لها. الناس اللي ما تيعرفوش القناة دابا نخليه لكم في الوصف ديال هاد العقيدة هادي اللي تنصوب. هانتوما كيف ما تتشوفوا ولكن ما نبقى نبين لكم في الفيديوهات بزاف، هتسهل عليكم في المعلومة.
كل مرة تشوفوني كيفاش كنبداها وكيفاش كنعاود حتى تدخل لكم راسكم مزيان. يعني هو خصني نقص بحال دابا هاد العقدة هادي كتدي الوقت بزاف، ما غادي نخدم غير وحدة غادي نكملها، غنبقى تندور بداك الليبر حتى كتعمر داك العقدة. هاد العقدة كتدي الوقت بزاف، يعني شو شحال ديال العقد مصوف داك البابي، ولا جينا نصورهم كاملين فيهم تمانة. يعني الهدف هو يا بنادم يعرف الطريقة كيفاش تصوبوا هادو كاملين، هي هادي اللي صوب دابا، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش كيتجمع. هاد العقدة بحال داك الدائرة مغلقة، كتبقى تدور غير بلاصتك، دور 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 حتى كتعمر، كتبقى تابع الخويط فين ما لقيتيه داخل تدخل معاه حتى كتعمر. هاد البابيو هذا كنخدمو لداك جلابة مفتوحة سلها مفتوح، انا صوبت بيه مجدول، يعني صوبت طريفات بزاف وبديت كنلاقيهم. ومنين عمرات صافي انا ساليت البابيو، دابا غادي ندوز معاكم للطريقة ديال كيفاش غادي نجمعو داك الحزام. كيفاش غادي نجمعو؟ هادي تعصيبة تنقسمها على أربعة، يعني 50 سنتيم غادي نصوب هاد المجدول ديال الطول، حيت هدا مجدول كيجي نص كرش، وكنكملو بالكابلي والشويشات، مجدول بلدي وفي نفس الوقت رومي. هاد التعصيبات غادي نعقدهم في هاد المسافة هادي واحد العقيدة بالخيط، نلوي عليهم داك الطريسل مشمع مشمع تيلصق على حساب شحال ما درت هادي فيها من دورة، حتى العقيدات الاخرين غادي ندير فيهم من دورة باش يجيو مقادين. هذه العقيدة الأولى، يعني هاد التعصيبة هادي راه كاملة غادي تمشي مع عقيدات بحال هادو اللي درت دابا. غيوما غادي نوريكم جوج عقدات الطريقة ديال الجميع، وغادي نمشي عاوتاني للعملية الأخرى التالية ديال الفينيسيو. هاد الفيديو غادي نقسمه لكم على أجزاء، جوج أجزاء. هذا الجزء الأول فيه 13 دقيقة ولا 14 دقيقة، الجزء الثاني زايد شي شوية فيه 24 دقيقة. يعني غادي نوقف داك العقدة على ما نكملها، انا كملت هذا حيت كتدي الوقت، الا بقيت خدام فيها الفيديو طوال بزاف. هذيك عقدتها بالخيط، هذه ما نعقدهاش بالخيط، هذه ندور عليها غير الشمع. ثلاثة دورات والرابعة كنقطع فيها باش يجي قد العقيدة الأولى.
يعني حتى هي غادي نبداها نضربي واحد جوج ضريبات ولا ثلاثة، عاوتاني تنوقف الفيديو تنكملها، ما عندي علاش نبقى نوريها لكم حتى نساليها، كتدي الوقت وصافي. من بعد انا كملتها، دابا هذه هي العمليه ديال الجمع، كيفاش غادي نجمعوا هذا المضمون، غنقبض هذا البابيو غادي ديرها هنايا فهاد، هذا الظهر ديالها، هذا الوجه، كندير تعصيبه من هنا وتعصيبه من هنا، داك العقيده وداك العقيده اللي صوبت كندفع كنزير عليها كيف ما تتشوفوا، وكل عملية كتبقى غادية، عاوتاني كنصوب عقيدة أخرى. ثلاثة دورات تنقطع، كنديرو داكشي بالحساب الدورات باش يمشيو العقيدات مقادين، ما تجيش وحده صغيره وحده كبيره. عاوتاني نضرب واحد جوج ضريبات وغادي نحبس، يعني كما قلت لكم فيها كتدي كتشد الوقت، هاد العقدة تقريبا كتدي 5 6 ديال الدقائق. تنبقى كوكتا كنعمرها، يعني كتدي الوقت. دابا غادي نوقف غادي نكملها باش الفيديو ما يجيش طويل بزاف. كيف ما تتشوف عاوتاني نفس العمليه اللي درت الاخرى، يعني هذا راه فيه الكفايه، هاد الجوج هادو راه فيهم الكفايه، وهكا كنبقى غادي معاهم حتى كنساليهم، حتى كنوصل لداك التالي ديال التعصيب، حتى كتولي كامله هكا. وفي الفيديو الاخر غادي نوريكم كيفاش كنجمعو وكيفاش كنفيني عاوتاني ان شاء الله. عاوتاني نفس الطريقه، يعني دابا ما عندي علاش غادي نبقى غادي كامل بالفيديو كنصور هكا، السلام عليكم ورحمة الله. حتى الجزء الثاني إن شاء الله كملوا الخدمة معنا.